كما تشوفوا الخوت هما الكليبات تبارك الله عندهم دابا 7 ايام. والخوت بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي هي مهمه ويمكن تعاون بزاف الناس باش ما يموتوش ليهم كليباتهم. كما تتعرفوا الخوت بان الكليبات باش يكونوا صغار ما تقدروش يقادوا درجه الحراره ديال الجسم ديالهم حتى يديروا ديال السمانات. اذا شنو معنياتها؟ اذا درجه الحراره ديالهم هي درجه المحيط اللي عايشين فيه. الخوت راه الجو بارد معنياتها الا كانوا الكليبات برا راه اغلبيه ديالهم غيموتوا. وعلى داكشي الخوت انا الحاجه اللي بغيت نبارطاجيها معكم هي هذه، هي لا لامب شوفونت. كما تتشوفوا الخوت هاد البوله هادي راه تكرفصت باش لقيتها. مهم الدور ديال هاد البوله ديال الخوت هي تطلع درجه الحراره ديال 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 لونفيرونمون اللي داير بها. كاينين دي غيون انفراروج، هاد لي غيون الخوت راح تسخنوا الكليبات. كما تتشوفوا دابا تقريبا 24 ساعة 24 ساعة 24 وهما تحت من هاد البوله هادي. الحمد لله راه تطلع درجه الحراره ديالهم. دابا تبارك الله انا داخل معاهم في لاكاج وكنحس بالسخونيه تقريبا نقول واحد 30 دوغري، وهي هذيك درجه الحراره اللي خاصهم يبقاو فيها. على داكشي الخوت اي واحد عنده كليبات في الدار ولا في الزنقه وباغي يتهلا في كليباتو وباغيهم يعيشوا ضروري يشري لهم هاد لا لومب شوفونت. ومن بعد باش يديروا الكليبات 3 سيمانات ما كاينش مشكل، يقدر يحيدها حتى صافي غيكون الكليب قدر انه يقاد درجه الحراره ديالو وما غاديش يبقى محتاج السخونيه الخوت. وحاجه ثانيه الخوت اللي مهمه بغيت نبارطاجيها معكم، لا بعض المرات لقيتو بان الكليب درجه الحراره ديالو هبطات عندكم تردعوه، عندكم تهزوه وتعطيوه الحليب. واخا الحليب ديال لانيمال غي ولا الحليب ديال الكلاب ولا لا الخوت خليوه حتى درجه الحراره ديالو طلع عاد عطيوه. علاش؟ حيت لا عطيتوه بزز منه وكلتوه وانه الانتستان ديالو راه ما خدامش راه ما تيقدرش يهضم، معنيته بان هذاك ليكسي ديال الحليب غيطلع ليه الخوت لي بومون ديالو غيخنقو. غتصدق انت اخويا قاتل الكليب ديالك وتخليو حتى درجه الحراره ديالو طلع عاد عطيوه. بغيتو تردعو تخدمو لي سون لاكتوز والحليب اللي ما فيهش اللاكتوز، حيت الكليب راه ما عندوش اللاكتاز اللي لونزيم اللي تتهدم هذاك اللاكتوز. اذا يقدر يموت لكم الكليب وغيموت الا عطيتو الحليب ديال الزنقه ولا على داكشي. لا بغيتو تعطيو الكليب الحليب اما شريوه من عند لانيمال غي ولا لي سون لاكتوز. حتى هذاك لي سون لاكتوز الخوت الا كان الكليب يلاه تزاد راه خفيف ديلويكسيون، معناتها بانه ما غاديش يعطيه داك الشيء اللي محتاجه الخوت، ولكن راه ما يقتلوش. نتمنى الخوت هاد المعلومات يكونوا مفيدين واستفدتوا منهم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، فيديو حسن، وتبعوا معايا الديفلوبمون ديال هاد الكليبات هادي.